بري. أجواء مخيم نهر البارد لم تكن باردة أبدا مساء الجمعة بعد اشتباك بين الجيش اللبناني وأهالي المخيم تعددت سيناريوهاته. الجديد حصلت على بعض المشاهد من داخل المخيم للاشتباك وما تبعه من إشعال إطارات ونقل جرحى إلى المستشفى. روايتان فصلتا لهذه الحادثة لكن خلصتا إلى نتيجة واحدة وهي مقتل الشاب أحمد عماد القاسم الذي رفض أهله تشييعه حتى فتح لجنة تحقيق بمقتله. رواية الجيش تحدثت عن إيقافه لشاب من آل الوحش على أحد الحواجز لعدم حيازته أوراق قانونية. على أثره قام الأهالي بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة، وعندما حاولت قوى من الجيش فتح الطريق قام بعض المندسين برشق الحجارة على الجيش فأطلق الجيش النار في الهواء. رواية رفضها أهل المخيم وطالبوا قيادة الجيش بإصدار بيان توضيحي يظهر حقيقة ما جرى. هناك تعاطي قاسم من قبل دورية الجيش اللبناني مع الشاب الذي كان يقود دراجة نارية، حيث جرى اقتحام منزله وجرى تعرض لامرأة في المنزل. هذا أمر بطبيعة الحال يؤدي إلى احتكاك وإلى عوامل استفزاز معينة لدى الشباب. لا يجوز وبعد مرور 5 أعوام على مأساة مخيم نهر البارد أن يبقى المخيم مغلقا على ذاته، لا حركة تجارية، لا حرية حركة، كل شيء في المخيم يسير بشكل غير طبيعي. عدد الجرحى وصل إلى 23، 4 منهم أصيبوا بالرصاص توزعوا على مستشفيات مخيم البداوي. أما جثة القاسم فنقلت إلى براد مستشفى الهلال في المخيم. هو منه الجيش عادي أوس على أساس عم بأوس على الهواء، بس عادي أوس على العالم مع الهواء. كان يعني في طلاق مباشر عم بتجه الناس؟ أنتم من عندكم ما كان في ولا حدا مسلح رد على الجيش؟ مين؟ نلنا السلاح إحنا. ما أنتم بتعرفوا لص نار البارد فيه سلاح، دلوا السلاح. طب ليه برأيك كان الجيش عامل هيدا الشيء امبارح؟ ما بعرف شو القصة، كانت مشكلة مع الشاب. ما بعرف شو هي. بس هاي اللي صار، وعشان صار مين ما يشوفه يتحشر بمين ما كان. بده يقاتلوا الكل. التوتر طال حتى أطفال المخيم الذين استنفذوا جميع طاقاتهم بحثاً عن إطار يشعلونه فيطفئون به بعضاً من غضبهم. إضراب شامل شهده المخيم منذ ساعات الصباح مما استدعى تكثيف اللجان لاجتماعاتها لتخفيف حدة التوتر، فقررت المضي بالاعتصام السلمي حتى رفع الحالة العسكرية عن المخيم، وأدانت إطلاق النيران على المدنيين العزل، وطالبت الجيش بفتح تحقيق ومعاقبة مطلقي النار. غضب الأهالي العارم انحصر داخل المخيم المعزول بطبيعة الحال عن محيطه الخارجي إلا عن الجيش اللبناني المتواجد عند مداخله. وإذ يطالب الأهالي برفع الحالة العسكرية عن المخيم يصر الطرفان على أن تكون العلاقة بينهما على أفضل وجه. من على تخوم مخيم نهر البارد، نوال بري، قناة الجديد.